بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، وصلنا في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات إلى الفائدة 27، الفائدة إلى قول المؤلف رحمه الله، الفائدة 27. فيه حجة لأحد الوجهين لأصحابنا، أن المسبوق في الجمعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية أنه ينوي الظهر للجمعة لفواتها. هذه المسألة من فوائد هذا الحديث وهي أن من فاتته الجمعة وجاء ولم يسلم الإمام بعد، فالمذهب الجمهور أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة تامة، معناه أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية. أما إذا رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه لا تدرك الجمعة بذلك. وخالف في ذلك محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، فرأى أن الجمعة تدرك بما تدرك به الصلوات وغيرها، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام فقد انعقدت له جمعة ويصليها ركعتين شهرا. والجمهور على أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، فلا تدرك إلا بالركوع. وثم مسألة الخلاف فيها قديم أيضا، وهي إدراك الركعة بالركوع في الجمعة وفي غيرها، وليست من مسائل هذا الحديث، وقد اختلف فيها أهل العلم. فذهب الطائفة إلى أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وذهب الجمهور إلى إدراك الركعة بالركوع، وقد روي ذلك عن ثلاثة من الصحابة الكرام، وهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر، وكلهم قالوا: إذا أدركت الركعة فقد أدركت الركعة، إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وأجاب الجمهور عن الحديث السابق، وهو: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، بأن الحديث فيه كل صلاة وليس فيه كل ركعة، والصلاة فيها عدد من الركعات، فيمكن أن لا يقرأ الإنسان الفاتحة في ركعة ويقرأها في أخرى. وهذا يرجع إلى الاختلاف في حكم الفاتحة، هل هي واجبة في كل ركعة أو واجبة في جل ركعات الصلاة أو في أقلها، أو واجبة في ركعة واحدة منها، وهو محل خلاف بين أهل العلم. أما قضية إدراك الجمعة، فإذا فاتت الإنسان الجمعة وجاء وقد رفع الإمام من الركعة الثانية فأحرم واقتدى بالإمام، فهل ينوي الجمعة مع أنها قد فاتته أو ينوي الظهر؟ فذكر أن في ذلك وجهين للشافعية، وأحد هذين الوجهين يرى أن المسبوق في الجمعة إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية أنه ينوي الظهر للجمعة لفواتها، ولأنه إنما يصلي الظهر وليس له إلا ما نوى. والاستدلال بالحديث واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الذي ذكره الروياني وصححه الرافعي والنووي أنه ينوي الجمعة موافقة للإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم بعد ذلك تنقلب صلاته بعد سلام الإمام إلى ظهره. وهو مشكل، إذ كيف ينوي ما لا يفعله لا جرم؟ قال المحب الطبري: لا وجه لإيجاب نية الجمعة، انتهى كلامه. وكتب النووي على حاشية الروضة هنا، الروضة طبعا النووي لكنه يعقب عليها بعض التعقيبات: إنما ينوي الجمعة لأننا لم نتيقن فواتها لاحتمال أن يكون الإمام قد نسي القراءة في إحدى الركعتين فيتذكر أنه بقي عليه ركعة فيقوم إليها. معناه أن يتبين أن الإمام قد قام لموجب، أو قد عرض له موجب مقتض لأن يأتي بركعة أخرى. ولكن هذا أيضا صعب في الجهرية، إنما يتصور في السرية. أما في الجهرية فإن الناس سمعوه حين قرأ الفاتحة والسورة.
وتعقبه بعض مشايخنا بأن هذا غير مستقيم، فقد ذكر في الروضة من زياداته، ذكر الإمام النووي في الروضة من زياداته على الماوردي، أقصد على الشرح المختصر المزني، أن المسبوق إذا بقيت عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة فلا يجوز متابعته فيها، حملا على أنه تذكر ترك ركن. فالإمام إذا قام لخامسة في الرباعية أو لثالثة في الثنائية أو لرابعة في الثلاثية فسبح به المأمومون، فمن كان مسبوقا قد فاتته ركعة فلا يقوم معه ولا يحل له ذلك ولا تجزئه تلك الركعة. واختلف إذا لم يعلم بزيادتها فجاء المسبوق فوجد الإمام قام إلى تلك الركعة الزائدة فصلاها معه ولم يشعر بزيادتها، فقد اختلف هل تجزئه أم لا. وهذا الخلاف هو الذي ذكره خليل بالنسبة للمذهب المالكي، حيث قال: ولم تجزي مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم، وهل إذا لم يعلم بخامسيتها بزيادتها تجزئه أم لا، محل خلاف. فإذا كان لا يجوز له أن يقوم مع الإمام، مع احتمال أن يكون الإمام بعد السلام يقول قمت لموجب، فكيف يقال ذلك الاحتمال، يركن إلى ذلك الاحتمال في قضية إدراك الجمعة؟ وإذا قلنا ينوي الجمعة كما هو المرجح، فهل يصرف نيته إلى الظهر عند السلام، عند نهاية الصلاة يصرف نيته من جديد إلى الظهر فيحولها عن الجمعة عند سلام الإمام، أم لا يحتاج إلى ذلك وتنقلب بنفسها ظهرا؟ الذي جزم به المحب الطبري في شرح التنبيه هو الأول، ومقتضى ما تقدم في الفائدة قبلها من انقلابها بنفسها ظهرا في مسألة فوات شرط الجمعة، أن يجيء مثله هنا. وهذا كله على قول من يقول إنها تدرك، إن على قول من يقول إنما يدرك المأموم الجمعة بركعته. قال أبو حنيفة: يدرك بإدراكه قبل السلام، هذا مذهب محمد بن الحسن، بل لو أدرك معه سجدتي السهو بعد السلام كان مدركا للجمعة، وهو بعيد. الفائدة الثامنة والعشرون فيه حجة على أبي حنيفة، حيث ذهب إلى أن المقيم إذا نوى في رمضان صوم قضاء أو كفارة أو تطوع وقع عن رمضان، إذا مرض الإنسان فأصبح معذورا يحل له الإفطار، أو سافر في نهار رمضان، أو سافر في رمضان أقصد، فإنه لا يجب عليه صوم رمضان لأنه معذور في القرآن. لكن لا يجوز أيضا أن يصوم تلك الأيام بنية أخرى. لكن قال أبو حنيفة: إذا صام ونوى بصيامه نذرا أو كفارة أو تطوعا فإن ذلك ينقلب إلى رمضان. والحديث حجة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينوي صيام رمضان فلا يكتب له شيء. وقع عن رمضان إذ ليس له إلا ما نوى، هذا وجه الاستدلال من الحديث أنه ليس له إلا ما نوى ولم ينوي صوم رمضان. وتعيينه شرعا لا يعني لا يغني عن نية المكلف، كون هذا الشهر هو شهر رمضان الذي عينه الشارع للصيام، فذلك لا يغني عن نية المكلف أن يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لا يغني عن نية المكلف لأداء ما كلف به. وذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا بد من تعيين رمضان لظاهر الحديث بخلاف الحج على ما يأتي، فالحج إذا لا يحتاج الإنسان إلى أن ينوي أنها حجة الإسلام أو أنها حجة تطوع مثلا، فيكفيه أن يحرم بالحج، وذلك ما سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه عند الشافعية والحنابلة، أن الحج لا يقع تطوعا
أنه إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع: والحج ألزم بالتمام الشرع إذ لم يقع من أحد تطوعا. بخلاف الحج على ما سيأتي. وذهب زفر أي من الحنفية وهو من أصحاب أبي حنيفة إلى أن صيام رمضان لا تشترط له فيه النية للصحيح المقيم لتعين الزمان له، فقال يكفي أن الزمان متعين لرمضان، فهذا الشهر أوجب الشارع صيامه على الحاضر المقيم الصحيح، فيكفي ذلك دون حاجة إلى النية. والحديث حجة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الفائدة 29 فيه حجة لمن ذهب إلى أن المتطوع بالصيام إذا نوى في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده، وقلنا بصحته أنه إنما يحسب له الصيام من حين النية لخلو أول النهار عن النية، والنية لا تنعطف على ما قبلها، وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية وقال الرافعي إنما إنه اختيار القفال، لكن الأظهر عند الأكثرين كما قال الرافعي أنه صائم من أول النهار، لأن صوم اليوم الواحد لا يتبعض، وشبهوه بالمسبوق يدرك ثواب جميع الركعة بإدراك الركوع. والآن إذا أصبح الإنسان مفطرا ولكنه لم يتناول أي مفطر، لم يفعل أي فعل مناف للصيام، فنوى قبل الزوال الصيام أو بعد الزوال عند طائفة، فعند الحنابلة والشافعية أنه يمكن أن ينوي الصيام تطوع، أن ينوي الصيام ويكون ذلك تطوعا قبل الزوال، لكن اختلف فيما سبق نيته هل يكتب له أجره أم لا. فذهب الطائفة إلى أنه يكتب له أجره لأن اليوم لا يتجزأ، وقد رأينا صحة صيامه، واليوم عبادة واحدة، وقيل لا يحصل له إلا أجر ما نوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثل ذلك أيضا المسبوق يدرك ثواب جميع الصلاة، هذا الإدراك فضل الجماعة لا بد من التنبيه، تنبيه الإخوة والأخوات إلى أن لدينا فرقا بين مسألتين: إدراك الفضل وإدراك الحكم. فالجماعة يدرك فضلها بمجرد التكبير قبل سلام الإمام، فإذا أحرم الإنسان ودخل حريم الصلاة قبل أن يسلم الإمام ونوى الاقتداء به فقد حصل له الفضل، هذا فضل الجماعة. أما حكمها فإنما ينصحب عليه بإدراك ركعة، فإذا لم يدرك ركعة لم ينصحب عليه حكم الجماعة، ويظهر أثر ذلك في السهو، فإذا تبين الإمام سهى وسجد فلا يسجد معه من لم يدرك ركعة، وتبطل صلاته بالسجود معه، لأنه أدرج في صلاته ما ليس منها، وهو لم تنسحب عليه المأمومية ولم يجري عليه حكم الجماعة. قال الفائدة 30 فيه حجة على مالك في اكتفائه بنية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر، وهي رواية عن أحمد أيضا، وذلك لأن كل يوم عمل بنفسه وعبادة مستقلة، بدليل ما يتخلل بين الأيام في لياليها مما ينافي الصوم من المفطرات. هذه المسألة قد أشرنا إليها سابقا، وهي الخلاف هل رمضان تكفيه نية واحدة، وكذلك ما يجب تتابعه ككفارة التي يجب تتابعها، والنذر الذي نذر الإنسان تتابعه. فعند المالكية تكفي نية واحدة لذلك، وهذا ما قاله خليل رحمه الله في المختصر عندما قال: وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين، وكفت نية أي واحدة لما يجب تتابعه كصيام رمضان وكالكفارة التي يجب تتابعها وكذلك النذر الذي نوى أو نذر تتابعه، فتكفي نية واحدة لذلك لأنه عبادة واحدة، فتكفي نية واحدة. وهذا هو المذهب عند المالكية، وهو رواية على أحمد عند الحنابلة، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه، وهي الرواية الأخرى عند أحمد، إلى أنه لا بد من النية في كل ليلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، للاستدلال بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وذكر هنا وجها آخر، وهو أن رمضان ليس متتابعا في الصيام، لأنه في الليل يجب الفطر، والإنسان في الليل سيتناول المفطرات ويفعل الأمور التي لا يحل فعلها في الصيام، فدل ذلك على أنه لا تكفي نية واحدة، بل يحتاج إلى نية في كل ليلة.
وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى وجوب النية لكل يوم، إذ هو عمل ولا عمل إلا بنية، بدلالة الحديث. الفائدة 31، احتج به لمن ذهب إلى أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج أنه لا ينعقد عمرة لأنه لم ينوي العمرة وإنما له ما نواه، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي. من أحرم بالحج في غير أشهره التي حددها الله في كتابه وقال فيها الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمن أحرم بالحج في رمضان أو في رجب أو في شعبان أو بأي شهر من أشهر السنة غير أشهر الحج الثلاثة، فقد اختلف هل يلزم أن يبقى على إحرامه فينتظر الحج يبقى محرما إلى أن يأتي الحج فيؤديه، وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب مالك و أبي حنيفة وأحمد، وهو أحد القولين الشافعي. القول الثاني أنه يحولها إلى عمرته، فيكون حينئذ قد خرج من الحج إلى العمرة، مع أن ذلك عكس للمعهود شرعا، لأن المعهود شرعا أن الأصغر يندرج في الأكبر وأن الأكبر لا يندرج في الأصغر، والعمرة هي الأصغر والحج هو الأكبر، فحينئذ يحول حجه إلى عمرته. واستدل الشافعي في هذا القول لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه في حجة الوداع أن يحولها إلى عمرة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا ينعقد إحرامه بالحج ولكن يكره عندهم الإحرام به قبل أشهره، طبعا يكره، ولم يختلف قول الشافعي أنه لا ينعقد بالحج، وإنما اختلف قوله هل يتحلل بأفعال العمرة، وهو قوله المتقدم أي مذهبه القديم، نقله عنه هو قوله المتقدم نقله عنه والذي نقلناه عنه سابقا، أو ينعقد إحرامه عمرة، وهو نصه في المختصر المزني، وهو الذي صححه الرافعي والنووي وما اتفق على تصحيحه فهو المذهب. فعلى القول الأول لا تسقط عنه عمرة الإسلام، وعلى القول الثاني الذي نص عليه في المختصر تسقط عنه عمرة الإسلام. وقال الرافعي وشبه القولين بالقولين في التحريم بالصلاة قبل وقتها هل تنعقد نافلة أم لا. هذا الخلاف إذن محله لا خلاف في كراهة الإحرام بالحج قبل أشهره، والخلاف فقط في انعقاده حجا، فمذهب الجمهور أنه ينعقد حجا، ومذهب الشافعي مختلف عنه على قولين، القول الأول أنه ينعقد عمرة من البداية، وعلى ذلك تنوب عن عمرة الإسلام التي هي واجبة مرة في العمر عنده، والقول الثاني أنه لا ينعقد في البداية عمرة وإنما ينصرف عمرة بعد إحرامه، فينقلب إحرامه بالحج إلى عمرة كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والرافعي رحمه الله قال وشبه القولين بالقولين في التحريم بالصلاة قبل وقتها، فالصلاة لا تجب قبل وقتها ولا تحل، فالوقت هو السبب، والسبب لا يمكن أن يصلي الفرض قبله، من شك في دخول الوقت لم تجز صلاته ولو وقعت فيه، ولو صح أنها وقعت فيه. فإذا أحرم قبل دخول الوقت فقيل له إن الوقت لم يدخل، فهل يصرفها إلى نافلة فيقلب نيته إلى نافلة أو يقطع؟ وها هنا الأظهر انعقاد الحج عمرة بكل حال لقوة الإحرام، لأنه قد دخل في حريم الإحرام، الإحرام يصعب الخروج منه، ولهذا ينعقد مع السبب المفسد له بأن أحرم وهو مجامع، أحرم مجامعا في حال الجماع فينعقد إحرامه. وهذا أيضا ينبني على قاعدة فقهية معروفة، وهي هل النزع وطئ أم لا، فإن كان النزع وطئ فإنه عند نزعه يكون واطئا وهو أتى بمناف مع نية الإحرام، وإن كان النزع غير واطئ فهو أتى بخروج فقط، كمن كان غاصبا أو سارقا فرد
مسروقه وفي الطريق هل هو غاصب أم سارق محل خلاف. قد أشار إلى هذه المسألة السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع فقال آت بواجب وقيل بحرج. قال وقيل في عصيانه مشتمل وإن بقي التكليف وهو مشكل. نعم. فرد المغصوب هل يعتبر غصبا في حال الرد أم لا؟ ومن من المحظور تائبا خرج آت بواجب وقيل بحرج وقيل في عصيانه مشتغل وإن بقي التكليف وهو إن بقي التكليف وهو مشكل. قلت أما على القول بأن العمرة ليست بواجبة وتكون سنة فقط وغير واجبة مرة في العمر فلا يبعد القول بانعقاده عمرة وإن كانوا في الصلاة قد جزموا بعدم انعقادها نفلا فيما إذا عرف أن الوقت لم يدخل لتلاعبه كما تقدم. ولكن الواقع أنه قد لا يكون متلاعبا بل قد يكون أراد المبادرة للخير فظن أن الوقت دخل فلما أحرم تبين له عدم دخوله إما بإخبار شخص أو برؤية وقت أو ساعة أو نحو ذلك. فإنه لا يجزئه عن الفائتة قطعا نعم لتلاعبه كما تقدم. وأما على القول الراجح أن العمرة واجبة هذا عند الجمهور خلافا للمالكية وقول للشافعية فليس يشبه ذلك فليس يشبه ذلك. فالفرق بين هذين القولين هنا والقولين في الصلاة واضح وإنما يشبهه أن لو كانت عليه فائتة فأحرم بالحاضرة بالاجتهاد فبان أنه كان قبل دخول الوقت كأنه لا تجزئ فإنه لا تجزئه عن الفائتة قطعا لأنه حينئذ بين واجبين الحاضرة واجبة والفائتة واجبة. وكذلك على القول بوجوب العمرة فإنه انتقل من واجب وهو الحج إلى واجب آخر وهو العمرة فيحتاج في كل إلى النية لا تجزئه عن الفائتة قطعا. وإن كانت مثل الحاضرة كما لو كانت هذه ظهرا وتلك ظهرا بكونها ظهرا مثلا لكونه لم ينوي الفائتة فينبغي أن لا ينعقد أيضا عمرة. ولكن الحج خرج عن قياس بقية العبادات بدليل قصة الذي أحرم عن شبرمة كما سيأتي في الفائدة التي تليها. الفائدة الثانية والثلاثون احتج به لأبي حنيفة والثوري ومالك أن الضرورة أن الصرورة يصح حجه عن غيره ولا يصح عن نفسه لأنه لم ينويه عن نفسه وإنما له ما نوى. الصرورة هو من لم يحج قط وفي ذمته حجة الإسلام لأنها واجبة مرة في العمر فإذا نوى الحج عن غيره فاختلف هل ينعقد عن الغير أو ينعقد عنه هو. فذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أنه ينعقد عن الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه ونوى الحج عن غيره ولا يصح عن نفسه لأنه لم ينويه عن نفسه. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي إلى أنه لا ينعقد عن غيره ويقع ذلك عن نفسه لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال أحججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذه رواية ابن ماجه بإسناد صحيح وفي رواية أبي داود حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وشبرمة علم رجل والنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يهل بالإحرام عن غيره فقال لبيك اللهم عن شبرمة فعلم أنه لم يحج عن نفسه فسأله فأخبر أنه لم يحج قط فأمره أن يجعل هذه الحجة عن نفسه ثم بعد ذلك يحج من قابل عن شبرمة. وهذا الحديث صريح في حجه عن نفسه. وقيل يمكن أن يكون الحديث دليلا على بطلان الحج وأنه يحرم من جديد عن نفسه. ولك أن تقول ليس فيه تصحيح لإحرام عن نفسه وإنما أمره أن ينشئ الإحرام عن نفسه. ف
فيكون قد خرج من الإحرام الأولي وسلخ منه ثم بدأ بإحرام جديد. وهنا مسألة لا بد أن ينتبه لها الإخوة والأخوات، وهي ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها حين خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وذكرت أنهم لا يذكرون إلا الحج، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر، وكان ذلك من أمر الجاهلية، فكانوا يقولون إذا دخل صفر وعفى الأثر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. فحجوا فنووا الحج، نوت عائشة الحج، فلما كانت في طريقها وصلت إلى مكة حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فسألها فقال لعلك في استقالة، نعم، قال إنه أمر كتبه الله على بنات آدم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج إلى منى أن تمتشط وأن تجعل ذلك حجة، فنوت الحج وأتمت الحج. فلما أكملت الحج وأرادوا الانصراف إلى المدينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع بحجة ويرجع صواحبي بعمرة وحجة. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها أن يذهب بها إلى التنعيم، فأحرمت فأتت بعمرة ولحقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينتظرها في مكان معين وعده به. فهنا إذا كانت عائشة رضي الله عنها خرجت من إحرامها الأول الذي كان عمرة مثلا ونوت الإحرام بالحج من جديد، فهذا دليل على هذا القول أنه يفسخ الإحرام ويبدأ إحراما جديدا. ولكن مذهب الجمهور أن الإحرام لا يقبل الفسخ بمجرد النية، الإحرام يبطل بالجماع ولكنه لا يخلع. ولذلك يقول الفقهاء صادان يرفضان وطاعان لا يرفضان، صادان يرفضان أي أن الصلاة والصيام يرفضان، أي من نوى الخروج منهما فقد بطل فيبطلهما فسخ النية، وهذه التي تسمى نية الرفض. فإذا نوى رفض نية الحج رفض نية الصوم أو رفض نية الصلاة فقد بطل صومه أو صلاته بذلك. أما الطاعان فهما الطهارة والطواف، والمقصود بالطواف الحج والعمرة، فإنهما لا يرفضان. فإذا توضأ وضوعا كاملا ثم نوى الخروج من الوضوء ولم يأتي بناقض فوضوءه صحيح مستمر لا تبطله تلك النية، فليس رفض النية من نواقض الوضوء. وكذلك إذا اغتسل فإنه لا يبطل ذلك مجرد نيته ورفضه للغسل، بل هو على طهارته. وكذلك إذا أحرم بحج أو عمرة فإذا رفض ذلك لا يخرجه ذلك من إحرامه فيبقى على إحرامه. هذا هو المشهور، ولذلك يبقى الإحرام مستمرا ما لم يبطله بمطله. وإنما أمره أن يشيئ الإحرام عن نفسه، وقد يجاب بأن الظاهر أن هذا كان بعد تجاوزه بعد مجاوزة الميقات، فلو لم يقع الإحرام المتقدم عن فرض نفسه لأمره بالرجوع إلى الميقات أو بإخراج دم لمجاوزة الميقات، لأن الإحرام من الميقات من الواجبات التي تجبر بالدم وهي التي تسمى الأنساك، فهو نسك من أنساك الحج والعمرة، وكل نسك لا بد فيه من الجمع بين الحج والعمرة بين الحل والحرم. فلذلك الحج فيه خروج إلى عرفة وهي من الحل، فيمكن أن يحرم الإنسان من الحرم، بخلاف العمرة فلا بد فيها من الإحرام من الحل لأنه ليس فيها خروج عن الحرم. ولكن مجرد الظهور أنه قد تجاوز ليس واضحا، لأن
لأنه بعد إحرامه لا يقول لبيك اللهم عاشور، إنما يقول ذلك عند إحرامه، فظاهر ذلك أنه ما زال عند الميقات فلم يلزمه بالدم ولم يأمره بالرجوع إلى الميقات، والذي يترجح لدي أنه ما زال عند الميقات. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا كله على تقدير مجاوزته للميقات. وأما الرواية التي ذكرها أصحابنا الرافعي وغيره، هذه عن نفسك ثم حج عن شورمة، قد رواها البيهقي ولكنها ضعيفة، فيها الحسن بن عمارة وهو ضعيف. واستدل لأبي حنيفة ومن وافقه ويوم مالك ومن معهما بما رواه الطبراني ثم البيهقي من طريقه من حديث ابن عباس أيضا قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة احجج عن نفسك. هذا ضعيف، فيه الحسن بن عمارة كما ذكرنا وهو متروك. قال البيهقي: يقال إن الحسن بن عمارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب. وقد ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن الصرورة إذا نوى الحج عن غيره لم يقع عن نفسه، لأنه لم ينويه عنه، وإنما له ما نوى، ويجب عليه أن ينوي ذلك عن نفسه، والله أعلم. فيكون مذهب الطبري تلفيقا بين المذهبين السابقين. الفائدة 33: استدل به على أنه لا يشترط وجود النية أول العبادة، وإنما يشترط استمرارها حكما إلى آخر العبادة، حتى لو رفض النية ونوى قطع العبادة بطلت العبادة. وقد فرق فيه أصحابنا بين العبادات، فجزموا فيما إذا نوى الخروج من الصلاة بالبطلان، وكذلك لو تردد هل يخرج أو يستمر في الصلاة، فإن النية لا تقبل التردد وتذبذب. لكن هنا انتبهوا للفرق بين نية الرفض ورفض النية. قال أحد مشايخنا: ونية الرفض ورفض النية حكمهما ليس على السوية. فنية الرفض معناه أنه ينوي أن يرفض في المستقبل، هذه لا تبطل الصلاة ولا الصيام. أما رفض النية فهو المبطل للصلاة والصيام، ولكنه لا يبطل الطهارة ولا الحج ولا العمرة. وكذا لو نوى الخروج إذا دخلت الركعة الثانية مثلا، فإنها تبطل في الحال، وقيل لا تبطل في الحال حتى لو رفض هذا العزم قبل دخول الركعة الثانية. وهذا النوع هو من التعليق، والفقهاء والقواعديون يفصلون فيه كثيرا في تعليق الطلاق. فمن علق الطلاق على أمر واقع، كمن علق طلاق امرأة على طلوع الفجر مثلا، هذا أمر محقق لا بد أن يطلع الفجر، فإن الطلاق ينجز حالا. وكذا من علق الطلاق على أمر واجب، كمن قال لها إن صليت فأنت طالق، فإنه ينجز حالا، لأنها يجب عليها أن تصلي. أما إذا علقه على أمر محتمل، كما إذا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، فهذا محتمل للتنجيز ومحتمل للبقاء، والراجح بقاؤه، أنه لا ينجز إلا إذا تبين حملها. فكذلك هنا إذا نوى أنه سيرفض ويخرج من الصلاة عند الشروع في الركعة الثانية أو عند الجلسة الوسطى، فإن ذلك لا مختلف فيه، فقيل ينجز البطلان حالا عند رفضه للنية، وقيل بل يكون هذا من نية الرفض لا من رفض النية، فينتظر إلى الوقت الذي علق فيه الخروج، وحينئذ تبطل صلاته إلا إذا رجع عن تلك النية. فإذا رفض الرفض، فرفض الرفض مؤثر. وقيل لا تبطل في الحال حتى لو رفض هذا العزم قبل دخول الركعة الثانية بصحت. وكذا لو علق الخروج بدخول شخص على الأصح، إذا دخل فلان فإنني سأقطع صلاتي وأخرج من المسجد لعداوة بينه وبينه، فقيل تبطل حالا، وقيل لا تبطل إلا بدخول فلان. قيل لا تبطل في الحال، فإن دخل وهو ذاكر للتعليق بطلت،
وكذا إن كان ذاهلا عنه على ما قطع به الأكثرون. ولو نوى الخروج من الصوم فالأظهر كما قال الرافعي أنه لا يبطل لأنه ترك وإمساك، ولو تردد في الخروج منه أو علقه بدخول شخص فالذي ذكره المعظم وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه أنه لا يبطل، وطرد بعضهم الخلاف فيه والأظهر في الاعتكاف أنه لا يفسد بنية الخروج منه كالصوم كما قاله الرافعي، وقال وأفتى بعض المتأخرين ببطلانه كالصلاة، وجزموا في الحج والعمرة أنه لا يفسدهما نية الخروج منه كما ذكره الرافعي في أثناء تعليله لذكره. وهكذا الوضوء والغسل لا يفسدهما نية قطعهما ما لم يطل الفصل، بحيث يعلم الإعراض عنه وذلك في الأثناء، ونية الرفض في الطهارة إذا كانت في الأثناء فإنها في الأثناء عندما يقطع مبطلة، ولكن ليس ذلك لكون النية رفضت بل لكونه لم يكمل أصلا هذه الطهارة. وسوى أبو حنيفة في ذلك بين الحج والعمرة والصوم والاعتكاف والصلاة، فلم يرى قطع النية مفسدا لشيء من ذلك أصلا. وهنا مسألة وهي التردد، كمن نوى أنه سيصوم غدا في النافلة مثلا فنوى ذلك أول الليل ثم في وسط الليل لم يعجبه عشاؤه أو سحوره فنوى أنه سيفطر، ثم تبين من خلال الإرصاد أن غدا فيه مطر أو هبوب وأن فيه بردا فنوى الصيام، فتردد تارة يعقد النية وتارة يخلعها، فالعبرة بآخر ما عقد عليه نيته كما قال جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، من عقد النية ليلا فبدا له فحل عقده فجدد حتى تكرر له فهو على آخر ما قد كان بذا فعلا. الفائدة الرابعة والثلاثون، استدل به من اشترط النية في أركان الحج من الطواف والسعي والوقوف والحلق، وهو وجه حكاه صاحب التتمة في جميع الأركان المذكورة، والخلاف في الطواف أشهر منه في بقية الأركان لكونه صلاة، ولم يشترط الجمهور النية في شيء من ذلك، مجيبين عن ذلك بأن نية الإحرام شاملة لهذه الأركان. الحج له أركان، وهذه الأركان فيها خلاف في عددها، فعند الشافعية الأركان هي الإحرام بالنية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرة العقبة، وبعضهم أيضا يزيد الحلق حلق الشعر أو تقصيره. وذهب الحنفية إلى أن أركان الحج هي الإحرام بالنية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة فقط، وأن ما سوى ذلك ليس أركانا وإنما هو واجبات تجبر بالدم. وذهب المالكية إلى أن الأركان أربعة، وهي الإحرام بالحج بالنية، كذلك الحنابلة إحرام بالحج وطواف والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. فهذه الأركان هي جزء من الإحرام، فإذا أحرم الإنسان فإحرامه شامل لكل الأجزاء لكل الفرائض ولكل الواجبات التي تجبر بالدم وكل السنن وكل المندوبات، لأنها داخلة في الماهية. كمن أحرم بالصلاة فتكفيه النية عند تكبيرة الإحرام، ولا يلزم أن ينوي عند قراءة الفاتحة ولا عند السورة ولا عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند السجود، لأن النية الأولى مصاحبة على الجميع وفي كل ركعة. وذهب بعضهم إلى اشتراط ذلك في الحج بالخصوص، وهؤلاء منهم بعض الشافعية، وهو وجه حكاه صاحب التتمة في جميع الأركان أركان الحج جميعا، والخلاف في الطواف أشهر منه في بقية الأركان. خلاف الطواف أشهر منه في بقية الأركان، لأن الطواف جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطواف كالصلاة إلا أن ربكم أذن لكم بالكلام فيه، فعلى هذا يكون الطواف كالصلاة، والصلاة لا بد لها من نية فيكون محتاجا إلى النية. لكونه صلاة، ولم يشترط الجمهور النية في شيء من ذلك، مجيبين عن ذلك بأن نية الإحرام شاملة لهذه الأركان.
فلا يحتاج إلى نية أخرى كأركان الصلاة، إلا أنهم قالوا يشترط أن لا تعرض في الطواف نية أخرى صارفة بطلب غريم مثلا، فإنه لا يصح كنية التبرد العارضة بعد نية الطهارة. وهذا داخل فيما سبق من الكلام في التشريك، هل النية تقبل التشريك أم لا؟ فإذا نوى التشريك أنه يطوف ويبحث عن غريمه ليمسكه حتى يقتضي منه دينه، أو أنه يطوف ويتخفى بذلك عن الجوازات والمتابعين مثلا، فهذه على القول بأن النية لا تقبل التشريك يكون ذلك مبطلا للطواف، ولا بد فيه من نية أخرى للطواف وحده. بل جزموا فيه نعم كطلب غريم مثلا، فإنه لا يصح كنية التبرد العارضة في الطهارة مثلا، فنوى الطهارة أولا ثم نوى التبرد، فنية التبرد العارضة غير مؤثرة بعد نية الطهارة، ولم يشترطوا في الوقوف عدم النية الصارفة كطلب الغريم في الوقوف بعرفة مثلا، بل جزموا فيه بالإجزاء إلا ما حكيناه عن صاحب التتمة من جريان الخلاف فيه، بل قالوا لو مرت به الدابة بعرفة وهو نائم ولم يشعر صح وقوفه والله أعلم. ومثل ذلك ما لو أغمي عن الإنسان فحمل في سيارة إسعاف فدخلت به عرفة في ليلة العيد، فإنه يصح حجه لأنه حصل له الوقوف بعرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. ومثل ذلك الصبي الصغير الذي لا يعقله، فإنه يدخله وليه في الإحرام ويذهب به إلى عرفة فينعقد حجه ويحصل له الثواب، لما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم ولك أجر، عندما رفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الفائدة الخامسة والثلاثون، كما اشترطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطي ما هو مباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية تقتضي تحريمه، كمن جامع امرأته أو أمته ظانا أنها أجنبية، أو شرب شرابا مباحا وهو ظان أنه خمر، أو أقدم على استعمال ملكه ظانا أنه لأجنبي ونحو ذلك، فإنه يحرم عليه تعاطي ذلك اعتبارا بنيته، وإن كان ذلك مباحا له في نفس الأمر، غير أن ذلك لا يوجب حدا ولا ضمانا لعدم التعدي في نفس الأمر. هذه المسألة من مسائل الظهور والانكشاف، وهي مسائل معروفة لدى القواعدين. إذا انكشف الأمر وانجلى عن خلاف ما كان الشخص يتوقعه، فالشخص مثلا نوى قتل إنسان محترم أي مؤمن أو مؤمن، إنسان معصوم الدم سواء كان بإيمان أو أمان، فضربه بالرصاص فتبين أنه إنما أطلق الرصاص على جماد أو على بهيمة، فقتل كلبا أو قتل دابة، فإنه لا يلزم قتله ولكن يحصل له الإثم. وهذا أيضا شامل لمن نوى قتل إنسان معين فأخطأ فقتل إنسان آخر، فهو قاتل على كل حال ولو كان مخطئا في تعيين الشخص فهو متعمد للقتل. ومثل ذلك من جامع امرأة وهو يعتقدها حراما أجنبية فتبين أنها زوجته، أو شرب عصيرا وهو يظنه خمرا وتعمد أن يشربه وهو يراه خمرا، فهو آثم ولكن لا يقام عليه الحد في كل ذلك، لأنه انكشف أن الأمر على خلاف ما يعتقد. وإن كان مباحا له في نفس الأمر، غير أن ذلك لا يوجب حدا ولا ضمانا لعدم التعدي في نفس الأمر، والمقصود هنا ولا ضمانا في حق من أخذ مالا يظنه لإنسان معين أو أتلف مالا يظنه لإنسان معين فتبين أنه له هو، فإنه لا ضمان عليه بذلك المال لأنه تبين أنه ملكه لعدم التعدي في نفس الأمر. بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء، ولكن على صورة استعمال الحرام كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب صار حراما لتشبهه بالشربة، فيكون حينئذ مجرد تشبه بالهيئة والتعاطي يكون ذلك إثما
في حقه، ويدخل في هذا أيضا بالدراما لو تشبه بالكفار أو فعل مثل ما يفعل الفراعنة أو لبس لباسهم أو نحو ذلك، فيكون هذا حراما على هذا، ولكنه لا يقام عليه حد الردة، ولا يقام عليه حد شرب الخمر، لأنه لم يشرب خمرا وإنما شرب عصيرا في شيء صورة شرب الخمر. وكان الناس عندما عرف شرب الشاي في البلدان الإسلامية ولم يكن معروفا من قبل، تعلق به بعض الناس وحبوه، حبوا شربه حبا شديدا حتى تغنى به الشعراء كما كانوا يفعلون في الخمر. وقد قال فيه أحد الشعراء: ألا هل أرى الأيام مغراج فتية يؤج كأجباح تهافت ألوبها، يصف الكؤوس يقول إذا وضعت فوق البنان ورشفت تساوى لديهم حلهن رحوبها. نسأل الله السلامة والعافية. لتشبهه بالشربة، لأنه يتشبه بشربة الخمر، وإن كانت النية لا يتصور وقوعها على الحرام، لأنه يعلم أنه ماء أو عصير أو لبن، ولكنه يشربه على هيئة شرب الخمر في آنية تشبه الآنية التي يشرب فيها شربة الخمر، مع العلم بحله ونحوه. ولو جامع أهله وهو في ذهنه مجامعة من تحرم عليه وتصور ذلك في نفسه، فصوره بنفسه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة، فإنه يحرم عليه ذلك، وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام. الله تعالى أعلم. الفائدة 36: استدل به أصحابنا على تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف لا يدخل دار فلان مثلا وأراد في شهر كذا أو سنة كذا، أو حلف لا يكلم فلانا مثلا وأراد كلامه بالقاهرة مثلا دون غيرها ونحو ذلك، فإن له ما نواه ولا كفارة عليه لو خالف ظاهر اللفظ مع موافقة النية. والله أعلم. هذه المسألة معروفة بمسألة تخصيص اليمين بالنية، فاليمين لها ثلاث مخصصات: إما اللفظ كأن يقول لا كلمتك شهرا أو لا كلمتك أسبوعا، هذا تخصيص باللفظ، والتخصيص بالنية كأن يقول والله لا كلمتك ونوى بذلك يوما معينا أو أسبوعا أو شهرا، أو التخصيص بالبساط، والبساط هو السبب الحامل على اليمين، كما حلف أن لا يدخل هذه الدار، وذلك أن باب الدار ضيق كلما دخل منه وضربه برأسه فهدم الباب وبني ورفع، فإن السبب الذي حمله على اليمين لم يعد موجودا، وهذا الذي يسمى ببساط اليمين. ولذلك قال خليل رحمه الله: وحنث إن لم يكن له نية ولا بساط. الفائدة 37: استدل به أصحابنا على اشتراط النية في الكنايات التي ينعقد بها البيع والكناية في الطلاق، وذلك لأن اللفظ ليس صريحا في ذلك، فتشترط النية لإرادة ذلك المعنى، إذ الأعمال بالنيات، فلو أراد غير ذلك المعنى أو لم يريد شيئا لم يصح البيع ولم يقع الطلاق. والله أعلم. عند الشافعية أن العقود تحتاج إلى صيغة لفظية، فلا بد في البيع والإجارة وغير ذلك من اللفظ كالنكاح، فالنكاح لا خلاف في اشتراط الصيغة اللفظية فيه، وهي أنكحت وزوجت أو ما يقوم مقامهما. وهذه الصيغ إذا لم يفعلها الإنسان فلم ينطق بصيغة البيع أو الشراء أو الطلاق، ولم يكن ذلك بصريح الطلاق وإنما كان بالكناية عنه، فقد اختلف هل ينعقد البيع والكناية الطلاق، وذلك لأن اللفظ ليس صريحا في ذلك، فيشترط النية لإرادة ذلك المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فلو أراد غير ذلك المعنى أو لم يرد شيئا أصلا لم يصح البيع ولم يصح الطلاق. والله أعلم. الفائدة 38: قال الخطابي: فيه دليل على أن المطلقة إذا صرح بصريح لفظ الطلاق ونوى عددا من أعداد الطلاق، كمن قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا،
كان ما نواه من العدد واقعا واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. وإليه ذهب الشافعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد. وقال أصحاب الرأي أي الحنفية هي واحدة وهو أحق بها، أي له أن يرتجعها لأنها ما دامت في عدتها فهو أحق بها، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وكذلك قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل فاتفقوا مع أبي حنيفة في هذه المسألة. فعند المالكية أن الطلاق إذا كان بأي لفظ مع نية فإنه يحصل، فلو قال لها اسقني الماء ونوى بذلك الطلاق حصل الطلاق، ولو كان اللفظ لا يدل على معنى أصلا كما لو نهق كما ينهق الحمار ونوى بذلك الطلاق فإنه يلزمه الطلاق عند المالكية. التاسعة والثلاثون في حجة على أهل الرأي في قولهم بالكناية في الطلاق كقوله أنت بائن، أنه إن واثنتين فهي واحدة بائنة لكونها كلمة واحدة، وإن والطلاق ولم ينوى عددا فهي واحدة بائنة أيضا. والحديث حجة عليهم، وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إن واثنتين فهو كذلك، وإن وعددا معينا فهو كذلك، وإن لم ينوي عددا فهي واحدة رجعية. قال الخطابي وهذا أشبه بمعنى الحديث وأولى به والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيرجع إلى نيته هو، فإذا صرح بنيته فيدين في ذلك. الفائدة الأربعون، استدل به أصحابنا على أنه لو أقر لزيد بشيء مجمل كقوله له علي شيء أنه يرجع إلى نيته ما أراد بذلك، وأنه يقبل منه تفسيره بأقل ما يتمول لأن اللفظ محتمل وهو أعلم بما نواه. وكذا لو فسره بما ليس بمال مما يجوز اقتناعه كالكلب المعلم على الأصح. فهذا الإقرار قال لي فلان علي شيء، وهذا الذي يسمى بالإقرار المبهم، فهو أقر بشيء مبهم لا ندري ما هو، فالمرجع في ذلك إلى نيته هو، فيسأل عن نيته بماذا يفسر قوله شيء. فإن فسره بما لا ينتفع به أصلا فقال حبة واحدة من القمح فلا ينتفع بذلك لقلته، أو قال نملة أو ذبابة بما لا يتمول أصلا ولا يملك لم يقبل منه ذلك التفسير. فإن فسره بما يتمول لو كان أقل شيء كريال واحد أو أقل شيء من مما ينتفع به فإنه يلزمه ذلك ويكون تفسيره مقبولا. وكذلك إذا فسره بما ينتفع به من غير المتمول كالكلب، فالكلب لا يحل بيعه ولكن يحل الانتفاع به إذا كان معلما للصيد أو كان كلبا للغنم والرعاية الرعية. ويقبل منه تفسيره بالمستولدة على الأصح على ما هو معروف في كتب الفقه، وذلك لأن له ما نواه مما يحتمله اللفظ والله أعلم. فإذا جاء بألفاظ عامية وفسرها هو فإنه يصدق في تفسيره لأن نيته هي المعتبرة، وهذه التي تسمى بالمستولدة أو الألفاظ العامية أو المستحدثة ليست بالعربية وإنما هي ألفاظ يتكلم بها الناس في اللهجات المفعونة. الفائدة الحادية والأربعون، فيه رد على المرجئة في قولهم الإيمان وإقرار باللسان دون الاعتقاد بالقلب، وقد أورده البخاري في آخر الإيمان محتجا عليهم بذلك، وما ذهب إليه المرجئة مردود بالنصوص القاطعة والإجماع على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون تلفظوا بالإيمان ولكنهم لم يعتقدوه بقلوبهم. وهذا رد على المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع إيمان القلب عمل كما لا ينفع مع الكفر عمل، وهذا القول من أقوال أهل الأهواء وهو بدعته. الفائدة الثانية والأربعون، واستدل به البخاري على أنه لا يؤاخذ الناس والمخطئ في الطلاق والعتاق ونحوهما لأنه لا نية لناس ولا لمخطئ وهو كذلك.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو هدى أو نسي فإنه غير مخاطب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والإكراه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الإكراه. الفائدة الثالثة والأربعون فيه حجة على بعض المالكية من أنهم لا يدينون من سبق لسانه إلى كلمة الكفر إذا ادعى ذلك وخالفهم الجمهور. ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الذي ضلت راحلته ثم وجدها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطاء من شدة الفرح. هذه المسألة وهي من أجرى على لسانه كفرا ولم ينويه بقلبه فيها خلاف، وقد ذكر فيها إجماع ولكن الخلاف قائم. وقد نظم ذلك العلامة محمد مولود بن أحمد فار في الكفاف رحمة الله عليه فقال أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا ليس يحكم له بالردة، والنسفي عمدتي وعمدة، النسفي طبعا من الحنفية، والنسفي عمدتي وعمدة، وهو وإن خالفه أجلة منها أبو الفضل عياض جلة قاضي عياض من أئمة المالكية. فاللفظ على القصد وإن صح رعه وهكذا قرائن الحال لغر، فيكون هذا فيكون العبرة عندهم باللفظ لا بالقصد. ولكن الذي يبدو أن العبرة بعمل القلب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما الذي ذكره المؤلف هنا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من بتوبة عبده من أحدكم يكون على مع راحلته وعليها زاده ومتاعه بفلات من الأرض فتنفلت منه فيتبعها حتى إذا أيس من نفسه رأى شجرة فقال لعلي أموت عندها، فبينما هو على ذلك إذا راحلته عنده فأمسك بخطامها وبزمامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. والحديث الثاني ما ثبت أيضا في الصحيح في آخر من يدخل الجنة أنه يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. والذي جرت به عادة الحكام الحذاق منهم اعتبار حال الواقع منه ذلك، فإن تكرر منه ذلك وعرف منه وقوعه في المخالفات وقلة المبالاة بأمر الدين لم يلتفتوا إلى دعواه، ومن وقع منه ذلك فلتة وعرف بالصيانة والتحفظ أي بصيانة الدين والتحفظ قبلوا قوله في ذلك، وهو توسط حسن. هذا بالتفصيل بين من كان من أهل الالتزام ومن كان من أهل الرخصة يؤخذ له بالرخصة ومن لم يكن من أهل الرخصة يؤخذ له بالعزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقال في مثل هذا النوع إدراء الحدود بالشبهات، وفي الحديث الآخر إدراء الحدود ما استطعت، فهذا يكون من باب درء الحدود وضد الشبهات. نقف هنا وقد وصلنا إلى الفائدة الرابعة. قال الفائدة الرابعة والأربعون والله يكرمكم ويحفظكم تقبلوا منكم ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جاء سؤال وهو سائق حافلة وقع له حادث سير توفي بسببه 10 أشخاص، هل عليه صيام شهرين في مقابل كل شخص أم يكفيه صيام شهرين كفارة عن الجميع؟ في ذلك خلاف. ومثله أيضا من تجاسر على الإفطار في نهار رمضان فجامع في كل يوم من أيام رمضان فكان بذلك ملزما بقضاء 30 يوما، فقد اختلف هل تلزمه كفارة واحدة عن رمضان كله وهذا مذهب الحنفية أو يلزمه كفارة عن كل يوم وهذا مذهب الجمهور، وكذلك سائق الحافلة كما ذكر أو قائد الطائرة لو وقعت وكان متسببا في ذلك فإنه تلزمه كفارة عن كل فرد كما أنه تلزم الدية لكل فرد، والله أعلم. لكن إذا علم أن في ذلك مشقة وكثر الوقوع وكثرت الإصابة بهذا وكثر حصوله كحوادث السير أعاذني الله وإياكم فإنه يؤخذ بالأخف وهو مذهب الحنفية في هذا، فالجانب التعبدي يؤخذ فيه بالأقل بخلاف الديات فإنها تبقى على تكرر القتلى والموتى. والله يكرمكم ويتقبل منكم ويوفقكم ويسددكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.